الرحمن احمد امين وسالم بسعيد بن حضيرم الاكتبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، اسعد الله مساكم بكل خير، نحييكم من تحفة ميادين سباقات الهجن من ميدان المرموم، حيث تعلن ثالث انطلاقات هذه الامسية الرائعة، وهذا هو كاس الانتاج بالاضافة الى مليون درهم للفائز بالمركز الاول، على بركة الله وتوفيق. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نسير مباشرة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. مذهلة مذهلة لسعيد بن منانة بن غدير، يتقدم على المركز الاول والصدارة الاولى، يقدم لنا مذهلة في مقدمة هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، في شوط الانتاج، في شوط المنتجين، في اندفاعات هذه الأمسية الرائعة، أول رموز هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهد دبي. أعود إلى المركز الثاني، نتعرف على المركز الثاني، الوصول، الدخول، المنافسة القوية، هذه الوارية. مبارك بن مادوب بن محمد العامري، مرحبا يا بن مادوب من طول الغيبات يا بالغنايم، يا مرحبا يا الشبل، وصلت ربية، وصل بن دري سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا ربية على المركز الثالث. المركز الرابع شعار من حاف الفترة الصباحية، يتقدم من خلال ايضا مظهر سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، يقدم لنا مظهر، مظهر رائع وجميل، مظهر مميز من خلال هذا الشعار الذي ايضا اتى بالظهور الكبير، بظهور الذهب، بظهور الرموز. وصل ابو زايد، وصل احمد بن سعيد بن زايد المزروعي ليقدم لنا حلوة، حلوة هذه الخمس المراكز الاولى. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى ربية اللي غيرت الصدارة، ربية يتقدم بن دري سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا ربية، ولكن الدخول، الوصول من الزاوية الاخرى، حذاري حذاري، مرحبا يا لينيبي، مرحبا بهالي ميدان البشاير. وصل بن ثابت، وصل بإنتاجه، يقدم بشاه حذاري، سعيد بن ثابت بن سعيد الينبي خذ المركز الأول، ناخذ المركز الثالث. الدخول ما شاء الله وتبارك الله، وصلت غيمة لسهيل بن سالم خلفان، الكعبي، الكعبي يتقدم، الكعبي يصل، ولكن مخايل سالم بن محمد بن سالم بن علي الراشدي يقدم لنا مخايل، وهناك مظهر سالم بن راشد بن غدير يقدم لنا مظهر، او راشد بن سالم بن غدير. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى لينيبي، حذاري 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 من المركز الثاني يا لينيبي، حذاري من المركز الثاني. وصل الكعبي، الكعبي يتقدم، الله الله، وصلت هذه اللحظات غيمة سهيل بن سالم خلفان، الكعبي يقدم لنا غيمة، الكاس، كاس الانتاج، دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير. حذاري على الصدارة، حذاري على المركز الأول، تتقدم بشعار لينيبي، بينما المركز الثاني غيمة سهيل بن سالم خلفان، الكعبي، المركز الثالث مخايل سالم بن محمد بن سالم الحوز الراشدي. وصل الحوز، وصل الحوز، يا لها من أسماء قادمة بكل قوة. الدخول من مودة سهيل بن سالم سهيل الخيالي، ولكن اعود الى مقدمه الشوط والصداره. حذاري 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 سعيد بن ثابت وسعيد الينيبي، اهالي العين، اهالي العين، شوفوا من القادم، الواصل غاره، علي بن سعيد باللوميه، باللوميه، راعي منصوره، راعي منصوره، بدا ايضا ينطلق مع غاره، يبقى الكاس الثاني، يبقى الكاس الثاني، ولكن الكاس عيناويه، الكاس عيناويه مع حذاري، حذاري على المركز الاول، سعيد بن ثابت وسعيد الينيبي
يتقدم مع حذاري على مقدمة الشوط، المركز الأول على مقدمة الشوط. أهالي العين، أهالي العين دار الزين، هذه حذاري، هذه اللي حذرتكم منها، هذه اللي حذرتكم منها. ولكن باللومية عاد مع غارة، غار باللومية، غارة الكاس باللومية، حسم الكاس الثاني باللومية، غير في الأمتار الأخيرة، يحمل كنج الأرقام الرقم 11 يا باللومية مع الكاس الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني حذاري، سعيد بن ثابت وسعيد النبي. المركز الثالث وصول هناك من مخايل سالم بن محمد بن سالم الحوز الراشدي. المركز الرابع بينونة البخيت بن سالم بن محمد بلوتية العامري. والمركز الخامس دخول من مودة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي. هكذا باللومية يفعلها بكاس الانتاج والكاس المفتوح، ونفس التوقيت 5:51 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لعلي بن سعيد بن علي باللومية الاكتبي على هذا الفوز. حذاري قدمت العرض الرائع، قدمت العرض الممتاز 5:51 وجزئيني من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حذاري على هذا الفوز والانتصار. هو أيضا سعيد بن ثابت وسعيد الينيبي. المركز الثالث 5:51 وست أجزاء من الثانية مخايل سالم بن محمد بن سالم بن علي الحوز الراشدي. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الأعزاء باللومية أيضا يقدم أسطورة رائعة من خلال غارة ومن خلال منصور. تهانينا والناموس للجميع.